استقبل صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين الفريق أول أفيف كوخافي رئيس الأركان بدولة إسرائيل والوفد المرافق جاء ذلك بحضور سعادة الفريق الركن عبد الله بن حسن النعيمي وزير الشؤون الدفاع وسعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان وفي بداية اللقاء رحب صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين برئيس الأركان الإسرائيلي والوفد المرافق حيث تم استعراض عدد من المواضيع التي تهدف الى ترسيخ اسس السلام وزياده التنميه ودعم الاستقرار في المنطقه والعالم بالاضافه الى مناقشه عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك